السلام عليكم. إذا إن شاء الله نشرح لكم لا لوسون نيميرو 4، يعني الدرس رقم 4 بالنسبة لمستوى السنة الأولى إعدادي. العنوان الدرس ديالنا ماس ديكور سوليد اي دي ليكيد. ماس يعني كتل، ديكور يعني أجسام، سوليد يعني صلبة، اي دي ليكيد يعني سائلة. كنقولوا كتل الأجسام الصلبة والسائلة. بالنسبة لاماس يعني الكتلة، ماشي أول مرة غنقراوها، فايت ليكم قريتوها في البريمير يعني الإعدادي، تعرفتوا على كيفاش كنقيسوا لاماس، كومون ميزيغ لاماس، لاباغي دو ميزيغ يعني جهاز القياس باش كنقيسوها، كنقيسوها بواسطة الميزان اللي كنسمو لا بالونس. أيضا تعرفتوا على لي زينيتي ديال لاماس، يعني الوحدات ديال الكتلة، من بينهم شتو مثلا طون، كاين طال، بوان، ديكاغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، شتو ايضا الغرام، ديسيغرام، سنتيغرام والميليغرام، وتعرفتوا كيفاش تحولوا من واحد لينيتي لواحد لينيتي اخرى، يعني واحد الوحده لوحده اخرى. بما ان العنوان الدرس ديالنا هو لاماس، اذا خصنا نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال لاماس، تعريف ديال لاماس. باش نعطيو واحد لا ديفينيسيون غندير واحد ليكسبيريونس، غندير واحد لا كومباريزون، يعني مقارنة ما بين لاماس ديال 50 مليليتر دو و 50 مليليتر دويل على دين بالونس روبير فال. إذا عندنا ناخذ واحد 50 مليليتر ديال الماء هي هادي، ها هي 50 مليليتر، وعندي 50 مليليتر ديال الزيت هي هادي اللي عندي هنا، ونحاول ندير واحد المقارنة ما بيناتهم، يعني شكون اللي تقيل لاماس ديالو، شكون اللي تقيل. إذا باش نعرفوا شكون اللي تقيل غنستعملوا بالونس، يعني ميزان، غنستعملوا بالونس دو روبير فال، هذا هو كيتسمى بالونس دو روبير فال، وبيان كنسموه بالونس ا دو بلاطو، يعني عنده دو بلاطو، عنده كفتين، ميزانه الكفتين. إذا أشنو غنديرو؟ غنحاولوا نوضعوا أون بلاص هذا في هذه الكفة، والآخر غنديرو في الكفة الأخرى. إذا بطبيعة الحال أنت راك عارف النتيجة بأن الماء راه كيكون ثقل من الزيت، واخا تعدهم ميم فوليم، عندهم نفس الحجم. إذا في هذه الحالة كنقولوا بأن 50 مليلتر دو بلي لو 50 مليلتر دويل، يعني 50 مليلتر ديال الماء كتكون ثقل أثقل من 50 مليلتر ديال الزيت. لاحظ معايا، واخا عندهم نفس الفوليم، عندهم نفس الفوليم، ولكن المادة مختلفة. يعني في هذه الحالة شنو كنقيس؟ كنقيس لاماس. يعني في هذه الحالة لاماس راه كتعلق باش كتعلق بالمادة، بكمية المادة المكونة للجسم. إذا هذا هو التعريف ديال لاماس. حاجة أخرى تاني بأن لاماس راه كتقاس بواسطة الميزان بالونس، دونك كنسموها إتين غروندور ميزيرابل، يعني جهة أنه مقدار قابل للقياس، تقاس بواسطة الميزان، يعني سو ميزيغ على دين بالونس، ومالها تتعلق بكمية المادة، حيت إلا كانت المادة مختلفة، إذا بطبيعة الحال لاماس كتكون تاهي مختلفة، إذا كنقولوا راه ليي أو بيان ديبون دو لا كونتيتي دو ماتيير، دونك هادي هي لا ديفينيسيون ديال لاماس. دونك نوسيون دو لاماس، مفهوم لاماس، غنبداو بلا ديفينيسيون هي الأولى، التعريف ديال لاماس. إذا راه قلنا دابا، قلنا لاماس دان أوبجي أو بيان دان كور، يعني كتلة جسم، إتين غروندور فيزيك ميزيرابل ليي أو كنقولو ديبون أ لا كونتيتي دو ماتيير كو كونتيان سوت أوبجي. يعني الكتلة كتلة شيء أو جسم إتين غروندور، يعني مقدار فيزيائي قابل للقياس، كنعرفوها كأنها كتقاس بواسطة الميزان لا بالونس، لي ترتبط أو بيان ديبون تتعلق باش بالمادة بلا كونتيت دو ماتيير كسو كونتيان سيت أوبجي. باش نعاودو نشرحو حنايا أنها كتعلق بلا كونتيت دو ماتيير، نقدر ناخدو مثال آخر، تقدر تاخد مثلا واحد دوكور عندهم ميم فوليم ميم ديمونسيون، يعني عندهم نفس الحجم وعندهم ميم ديمونسيون، يعني نفس الابعاد. بحال مثلا تاخذ مثلا واحد القطعه من الخشب وواحد القطعه مثلا من الحديد، هما بحال بحال نفس الشكل بحال بحال. اذا طبيعه الحديد، الحديد غتكون ثقل، علاش؟ لان الماده اللي كتكون الاخرى من الحديد والاخرى من ناش مثلا من الخشب. اذا في هذه الحاله غنقولوا بان لاماس راه كتعلق بالماده، كتعلق بلا كونتيتي، يعني لي ا لا كونتيتي دو ماتيير كو سو كونتيان سو سيت اوبجي. اذا هذه هي لا ديفينيسيون ديال لاماس، اذا خاصك تحفظها. من بعد دابا نشوفوا لاباغاي دو ميزيغ دو لا بالونس، او بيان جهاز القياس ديال الكتله، وكنسمو ايضا لانسترومون دو ميزيغ، يعني اداه القياس. حنا عرفنا بان لا ماس سو ميزيغ على دين بالونس، اذا هذه كنعرفوها. بور ميزيغي لا ماس دان اوبجي او بيان دان كور اون ايتيليز لا بالونس، لقياس كتله شيء او جسم اشنو كنستعملو؟ اون ايتيليز نستعملو لا بالونس، يعني ميزان. والميزان فيه بزاف بليزيوغ تيب، يعني فيه مجموعة من كاين واحد الأنواع
كثير احنا في الغالب كنستعملوا جوج في التمارين. دونك هنا il existe plusieurs types de balance يعني كيتواجدوا كنتواجد واحد العدد من انواع ديال لي بالانس من الميزانات. اذا اول حاجه غنستعملوا كاين عندنا الميزان واحد النوع كيتسمى بالانس دو روبير فال نسبه لواحد العالم فيزيسيان واحد الماتيماتيسيان سميتو روبير فال. دونك ولا كنسموه بالانس ا دو بلاطون. اذا هو هذا كيتسمى بالانس دو روبير فال. اذا ها هو عنده دو بلاطون هذا هو النوع الاول. هذا النوع كيحتاجاش نيسيسيت واحد لابواط دي ماس ماقي. اذا هادو كيتسموا دي ماس ماقي يعني كتل معلمه لان كل وحده مكتوبه على شي حاجه كلها مكتوبه على شحال مثلا هذه 20 غرام كل وحده مكتوبه على شحال. اذا كنسموا دي ماس ماقي. اذا بالونس روبير فال نيسيسيت اون بواط دي ماس ماقي يعني لي ماس ماقي باش نديرو حنا في واحد الكفه والاخر كنديرو واحد لوبجي يعني اللي بغينا نقيسوا الكتله ديالو. ايضا ممكن نستعملوا ميزان الكتروني دونك بالانس الكترونيك. اذا بحال هذا النوع كتلقى فيه بوطون اون و اوف وكاين بوطون طا وكاين عندنا واحد ليكرون كلهم غنحاولوا نفسروا شنو الدور ديال هادو. ايكرون يعني شاشه كتلقى اون و اف باش نشغلوه وطا حنا غنشوفوا الدور ديالك. اذا عرفنا بان كنقدروا نستعملوا بالانس دو روبير فال او بيان ادو بلاطو كاين عندني بالانس الكترونيك يعني ميزان الكتروني. ايضا ممكن نستعمل بالانس ميديكال. اذا كاين واحد النوع اخر اللي كتلقى مثلا عياده ديال شي طبيب ولا شي حاجه كتلقى عنده بحال هذا. دونك هذا كيتسمى بالانس يعني ميزان طبي بالانس ميديكال. كاين ايضا بالانس بلاطو اكادرون هو هذا كتلقى عنده واحد البلاطو واحد وعنده هنا اكادرون يعني عنده واحد العيار هنا على حساب ملي كتحطو كتكون واحد الابره كدور بحال هكا على حساب اشنو درتي فيه. دونك هذا بالانس بلاطو اكادرون. دابا غنشوفو دابا لو سامبول 3 سامبول اي اينيتي دو ماس. سامبول يعني رمز ديال لا ماس. وغنشوفو لي زينيتي اللي فيك لي كشتيهم في الابتدائي. اذا اول حاجه لو سامبول دائما الرمز ديال لو غوندور فيزيك يعني المقدار الفيزيائي كناخذو لا بروميير لاتر. دونك عندي انا هنا ماس دونك حنا كنرمزو لها ب ام بلا لاتر ام. دونك اون نوت نرمزو ولا تقدروا نقول اون سامبوليز لا ماس بار لا لاتر ام. اذا نرمزو للكتله بالحرف ام علاش خدينا من لا بروميير لاتر بحال لو فوليم درنا فوليم خدينا رمزنا لي ب لا لاتر في. بالنسبه لي زينيتي انت راه كتعرف لي زينيتي راه قلتهم في المقدمه ولكن لينيتي انترناسيونال اللي هي كيلوغرام. دونك لينيتي انترناسيونال دو لا ماس اي لو كيلوغرام كارونسولا بيكاجي هذه الوحده العالميه يعني دون لو سيستيم انترناسيونال دو زينيتي راه الوحده العالميه ديال الماء الكتله لا ماس راه هي كيلوغرام. طبيعة الحال كاينين دوطخ اينيتي حنا نتعرفو عليه اللي فيتلك شتيهم في الابتدائي. طابلو دو كونفيرسيون طابلو سويفون دون لي ديفيرونت اينيتي دو ماس. بالنسبة للطابلو راك كتعرفو خصك تكون حافظو وتحطو وتعرف دير طريقة ديال التحويل. كاين طون كاين طال بوان كيلوغرام اكتوغرام ديكاغرام عندك الغرام ديسيغرام سنتيغرام ميليغرام. إذا هاد الطابلو راه فيتلك شتي. دوك غنحاولو نديرو واحد اكزارسيس دابليكاسيون ونحاولو نتعلمو كيفاش نحولو من واحد لينيتي واحد لينيتي أخرى. دونك مثلا افكتيي لي كونفيرسيون من لينيتي دوموندي. دونك افكتيي لي كونفيرسيون سويفون. دونك نحاولوا من الطن للكيلوغرام. دونك 6.4 يعني 6.4 طن يعني هذا هو اللي خصو يتحط من بعد الفاصل يعني هذيك الوحدات خصو يتحط في الطن. دونك غنحط هنا 6 بطبيعة الحال هنا عندي فيغيل والرقم الاخر غنحاول نديرو انا في الخانه الاخرى. دونك 6.4 غنحولها للكيلوغرام. دونك غنكمل بالزيروات كيف كتعلمتو. دونك زيرو ونحيد الفاصله. دونك بطبيعة الحال عطينا 6400 دونك تعطيني 6400. دونك غندوزو الثانيه اللي عندي 2130 غرام. دونك غرام يعني لينيتي هو الوحدات هما اللي خصنا نحطهم في الغرام. دونك غنجي هنا ونحط انا زيرو من بعد نكمل 3 1 2 كل واحد غنحطو في خانه 3 1 2 ومن بعد غنحولو اش الكيلوغرام كيلوغرام. اذا غنمشي غادي توصل الكيلوغرام. دونك هنا خصني ندير هنا فيغيل. دونك راه تعطيني شحال 2.13 زيرو بلا ما نديرو ما كاينلاش درتي ماشي خطا. دونك تقدر دير هنا 2.130 ولا 2.13 هي صحيحه. ندوزو الثالثة اللي عندي. عندي هنا 780 ميلي غرام. دونك اللي غنحطو في الميلي غرام هو الزيرو. دونك غنمشي نحط هنا زيرو ونكمل الأرقام الآخرين. نعطيه 8 ونعطيه هنا 7 ومن بعد غنحول الغرام غنكمل بالزيروات وندير هنا فيغيل تعطيني 0.78 يعني 78.
ولا نقدر نزيد زيرو هنا ماشي مشكل. ندوزو للاخرى اللي عندي 7.2 كيلوغرام، نحولها لغرام. دونك غنحط 7 غنمشي نحطها في كيلوغرام. دونك غنحط هنا 7 ندير فيغيل وندير هنا 2 ونحول لغرام، نبقى غادي بالزيروات حتى نوصل لغرام ونحيد الفاصله وتعطيني هنا 7200 ونحطها هنا. دونك 700 غرام. غون دو ميزير لا ماس دان سوليد. دونك اول حاجه حيت الدرس ديالنا العنوان ديالو هو ماس ديكور سوليد اي دي ليكيد. دونك غنشوفو كيفاش نقيسو الكتله ديال جسم صلب. ناخذو مثلا جسم صلب، دونك هنا غنحاولو نستعملو، قلت لكم غنحاول نركزو على دو تيب دو بالانس، يعني جوج انواع ديال لابالانس. كاين بالانس غوفر دو غوفر فال، يعني ميزان الكفتين، وغنستعملو ميزان الكترونيك، يعني البالانس الكترونيك، يعني ميزان الكتروني. دونك اول حاجه نستعملو بالانس دو روبر فال بور ميزيري لا ماس دان سوليد على دين بالانس دو روبر فال. اون بو سويف لي زيتاب سويفون، دونك لقياس كتله جسم صلب باستعمال بار، يعني باستعمال مثلا الاد بمساعده بالانس روبر فال. دونك يعني كفتين اون بو سويف لي زيتاب سويف، يعني ممكن ان نتبع المراحل التاليه. دونك المرحله الاولى هذا هو بالانس روبر فال، هو دو روبر فال. دونك شنو غندير؟ أول حاجة خصني نتأكد بأن كاين عندي ليكيليبغ، دونك أون غوبار لا بوزيسيون ديكيليبغ. إذا هنا عنده واحد ليكول، واحد الإبرة، هو هادي ليبرة، هاد الإبرة خاصها تكون أو ميليو، يعني في هاد الحالة أون غوبار نو معلمو، ها هو عندي واحد الكادغون هنا في هاد البلاصة، نو معلمو لا بوزيسيون ديكيليبغ دو ليكوي. إذا هادي هي كتسمى ليكوي، أفيك لي دو بلاطو فيد، إذا خاص يكون لي بلاطو لي خاص يكونو فيد، يعني خاويين، يعني بالانس أفيد، يعني خاوي، الميزان خاوي. إذا خاصها تكون هنا في الوسط. أول حاجة هادي المرحلة الأولى، بخوميييغ إيطاب. دوزيام إيطاب شنو كنديرو؟ أون بلاص، دونك أون بلاص لوبجي أبوزي أو ميليو دو لاندي بلاطو، إي دون لوطخ أون بلاص لي ماس ماركي جيسكا سكو لو ميم إيكيليبغ أفيد سوا غيطابي. المعنى ديالها نضع لوبجي، هذا هو لوبجي، كنوضعو أو ميليو في الوسط ديال أش؟ ديال لاندي بلاطو، يعني نقدر نوضعو هادي اللي في اليمن يعني أدغواط، وهادي أغوش يعني في اليسار. درتو هنا بحال بحال. وشنو كنديرو من بعد؟ في الاول غيكون عندي واحد الاختلال، يعني الابره تكون هنا. شنو خاصني ندير؟ خاصني هنا في الجهه الاخرى خاصني ندير دي ماس ماكي، يعني كتل معلمه، كنبقى نضيف 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 حتى نحصل على 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 ليكيليبغ اللي كان عندي في الاول، يعني جيسكا سكو لو ميم ايكيليبغ افيد سوا غيطابلي، يعني عاود غيطابلي ديال ليكيليبغ اللي كان عندي في الاول. دونك هذه هي الطريقه كيفاش المرحله الثانيه. بالنسبه للمرحله الاخرى نشوفوا دابا لا ماس ديال هاد لوبجي، حيت الهدف ديالو ما نعرفوش شحال الكتله ديال هاد لوبجي، هاد لوكور اللي عندي هنا. شنو كندير؟ اون في لا سوم، يعني غنجمعوا هادو. دونك هادشي اللي غندير. دونك لا ماس دي دو لوبجي ايتيغال ا لا سوم، يعني مجموع دي ماس ماقي، يعني مجموع الكتل غندير 200 زائد 150، دونك 200 غرام. دونك ام ايتيغال ا لا سوم ديال 200 غرام بلوس 150 غرام، و ايتيغال حسبتي هادي غتلقى هنايا 350 غرام. دونك هادي هي لا ماس ديال هاد لوكوب. دونك كاينه المرحله الاولى خص يكون عندي افيد، يكون الابره في الوسط او ميليو، يعني خص يكون. من بعد كندير انا لوبجي في واحد البلاطو، ولوطر بلاطو كنحاول نضيف انا الكتل، كنبقى نضيف نضيف جيسكا اوبتونيغ ليكيليبغ اللي كان عندي في الاول. ومن بعد اون في لا سوم، يعني المرحله الاخيره كنجمعوهم. دونك هادشي اللي درت لا سوم ولقيت 350 غرام. دابا نشوفو ليتيليزاسيون دو لا بالونس الكترونيك، يعني ميزان الكتروني. اول حاجه خصنا نتعرفو كيفاش كنستعملو لا بالونس الكترونيك، ميزان الكتروني. بوغ ديتيرميني لا ماس دان اوبجي سوليد على دين بالونس الكتروني، دونك إل فو سويفغ لي زيتاب سويفون. دونك اول حاجه نتعرفو على لا بالونس الكترونيك، من بعد نشوفو المراحل. دونك كاين عندي واحد لو بوطون هذا اون اوف. دونك شنو الدور ديال اون اوف؟ هو انني نطفي ونشعل. دونك هنا الا بغيت انا نشعل، يعني الا بغيت انا ماتخ هاد لا بالونس اون مارش، يعني باش يكون باش يخدم ليا، اون ابيون سيغ لو بوطون اون. دونك بور اليمي لا بالونس الكترونيك. دونك هادي عندي اون او اوف، الدور ديالها هو نطفي ونشعل. عندي ايضا عندي هنا اكرون، هادي اكرون يعني شاشه ديال دافيشاج، يعني هنا كتكون عندي لا ماس اللي عندي. انا مشيت وضعته هنا على لا بالونس الكترونيك. عندي هاد لو بوطون طار
الدور ديال لو بوطون طار هو انك لو مشيتي وضعتي شي حاجه كيعاود يرجع لك ا زيرو، يعني بحال داكشي اللي درتي الفوق ما كيحسبوش لك. يعني في هذه الحاله بوغ روميتر لا بالونس ا زيرو، ديما لا بوط نرجعو ا زيرو كنوطرك على لو بوطون طار، يعني داكشي اللي كيكون الفوق ني با بري اون كونط، يعني ما كيحسبوش ليا. دونك هذا هو الدور ديال لو بوطون طار. دونك اشنو غندير؟ اول حاجه اون اليم لا بالونس اون ابريون سو لو بوطون اون، دونك اون ابريون سو لو بوطون اون باش اشنو بوغ اليمي لا بالونس. هذه اول حاجه باش نشغلو. من بعد كنتسنى حتى كيبان ليا زيرونا بوغ ميتر لا بالونس اون ماش اون اتون اون اتون اي اون اتون، يعني ننتظروا لافيشاج دو زيرو حتى كيبان ليا زيرو هنايا. المرحله الثانيه شنو كندير؟ كنوضع اون بلاس، دونك اون بلاس لوبجي ابوزي سور لا بالونس الكترونيك. دونك كنوضع انا لوبجي سور لا بالونس الكترونيك، من بعد من كنوضعو كتبان ليا بان ليكخون راه عطاتني واحد العدد هنا، دونك تبدل ليا الزيرو ولات عندي 350 غرام. اذا ما درناش لا سوم ديريكتومون هنا شنو كندير؟ اونلي اونلي ديريكتومون لو ريزلتا لو ريزلتا افيشي سور لينيتي. دونك هنا نقرا مباشره لينيتي اللي دارها ليا اللي هنايا اللي دارت على اللي كتبات ليا على ليكرون. دونك هنا كنقرا شحال لا ماس، دونك لا ماس دي سوليد شنو هي؟ هي ام ات ايغال 350 غرام. دونك هذه الطريقه كيفاش كنستعملوا لا بالونس دو روفيرفال ولا بالونس الكترونيك. رومارك، دونك غندير واحد الرومارك اللي هي مهمة حيت استعملنا لابالونس إلكترونيك ولا بالونس دو روفيرفال. بالنسبة لابالونس إلكترونيك افيشي لا ماس ميزوري اي بلي افيك بلي بريسيزيون كو لابالونس دو روفيرفال، يعني الميزان الإلكتروني كيكون أكثر دقة من الميزان اللي عنده الكفتين، يعني لابالونس إلكترونيك اي بلي بريسي كو لابالونس دو روفيرفال. دونك ديريكتومون كنقرا هنا 95 غرام، وكتكون كيكون هاد القيمة أكثر دقة من ميزان الكفتين، يعني لا بالونس دو روفيرفال. 3 ميزور لا ماس دان ليكيد، دابا نشوفو قياس كتلة سائل. دونك هنا ممكن نستعملو جوج طرق، أنا غنخدم ليكم دابا هاد الفقرة بلا بالونس إلكترونيك. بالنسبة لا بالونس روفيرفال غنحاول نعطيكم فقط غير شفاهيا داكشي. اول حاجه ممكن نستعمل دو ميثود، مره نقدر نستعمل لو بوطون طار، ممكن ما نستعملش انا لو بوطون طار. اذا اول حاجه نبداو لا ميثود الاولى، عندي هذا هو هذا هو لا بالونس الكترونيك، كاين عندي لو بوطون اون او اوف يعني زر اون اوف، وعندي لو بوطون طار. اول حاجه في الاول كيكون عندي زيرو، كيكون عندي زيرو من كنشعل انا اون و من كندير اون لوسكون اليم لا بالونس الكترونيك. دونك هنا ليكرون افيش زيرو. من بعد كيكون عندي زيرو هنا اون بلاص كناخدو واحد الاناء ان ريسيبيون كيما بيكون النوع ديالو، واحد الريسيبيون نحاول نعبر لاماس ديالو اون بيس ماس. دونك في هاد الحاله قصنا لاماس ديالو لقيناها، دونك هنا 46 غرام. من بعد شنو كندير؟ اونفيرس كنحاولو نفرغو هذاك السائل اللي بغينا نقيسو. من كنفرغو كتبان لي هنا ولات 96 غرام، يعني 46 من 46 ولات 96 غرام، يعني داكشي اللي تزاد هو لاماس ديال هذاك الليكيد. دونك حنا غندير واحد الطريقه اللي ساهله. اول حاجه كنحدد اون ديتيرمين لاماس دو ريسيبيون فيد، يعني فارغ. دونك لاماس كنرمزو لها ب ام ان بحال الشكل ديال لو فولي كنا كنديرو لها في ان. دونك لاماس ام ان دي ريسيبيون فيد قرينا هنا لقاو هنا 46 غرام. من بعد غنحددو ان دو، شنو هاد ان دو؟ هي لاماس ديال الغيسيبيون يعني ديال الاناء، وزيدها لاماس ديال هاد لو هاد الليكيد انا اللي عندي هنا، يعني لاماس توتال ان دو كن اون نوت ان دو يعني نرمز لها بان دو، هي لاماس ديال الغيسيبيون بليس لاماس ديال الليكيد. دونك لا قرينا هنا غنقراو هنا اونلي ان دو ايتيغال 96 غرام. دونك يعني لا هاد 96 غرام هي لاماس ديال الغيسيبيون ديال الاناء زائد لاماس ديال الليكيد. دونك اش شنو بغيت انا؟ بغيت لاماس ديال الليكيد. اشنو خصني ندير؟ خصني نحيد لاماس ديال من ديال هاد الغيسيبيون، يعني عندي 96 ناقص 46. دونك لاماس ديال الليكيد ايتيغال اش كتساوي؟ كتساوي ام2 ناقص ام1، ام2 ناقص ام1 تعطيني 96 يعني ناقص 46 غرام. نمشي تحسبتي هذه تبقى 50 غرام. هذه لا ميثود نيميرو 1. هاد لا ميثود ممكن نستعملها بالنسبه لغوبر فال، يعني ناخذ كفه الاولى
واحد والكوتيل في الكفه الاخرى، وعلق الكتله اول حاجه نحسب لا ماس ديال ريسيبيون فيد ونسجل ام ان باستور اون فاس لاغرام، ومن بعد اونفيرس في اونفيرس هذاك لو ليكيد يعني في الكفه، ومن بعد كنضيف الكوتيل على 96. يعني هذه الطريقه نفسها بحال الطريقه اللي كان عندي ميزان ديال الكفتين. دابا نشوفوا لا دوزيام ميثود. في هذه الحاله غنستعملوا لو بوطون طا، ليتيليزاسيون دو بوطون طا، هذا الدور ديال هذا لو بوطون طا. اذا مهمه هاد الفقره، دونك لو بوطون طا ديما كيرجع ليا ازيرو. دونك اول حاجه اش ما نديرو، دونك اون اليم لا بالونس، اون ابريون سور لو بوطون اون بو روميتر لا بالونس اون مار، اي اون اتون لافيشاج دو زيرو. دونك حنا كنوضعو على اون باش كنشعلو حنا هاد لا بالونس الكترونيك، و كنتسنى حتى كتب ليا زيرو. من بعد شنو نديرو؟ بطبيعه الحال ليكيد خاصو، خاصنا واحد الاناء، يعني خاصنا واحد ريسيبيون اون بلاص لو ريسيبيون فيد سور لا بالونس الكترونيك. دونك حنا وضعناه اون بلاص لو ريسيبيون، هذا هو لو ريسيبيون، هذا هو الاناء سور لا بالونس. ملي كنوضعوه اشنو كيبان لي؟ كيبان لي بان تبدلات لا ماس. دونك اعيد في الاول، من غير ملي كنوضعوه كتعطيني لا ماس ان 46 غرام كي لقيناه في الاول بالنسبه للحاله الاولى. دونك من بعد شنو كنديرو؟ كنحاول نستعملو لو بوطون طار. لوغسكون ابويو سور لو بوطون طار هاد صافي كيعطيني هنا زيرو، يعني كيرجع ليا ازيرو، يعني ان هاد لاماس ديال الغيسيبيون ما كيحسبوش ليا. دونك هنا اون ابويو سور لو بوطون طار بو روميتر لانديكاتور دو لا بالونس ازيرو، كيرجعو ليا ازيرو، يعني ان لو غيسيبيون ني با بري اون كونت، يعني ما كيحسبش ليا لا. دونك انا اون لوغسكون ابويو تعطيني هنا زيرو، يعني في هاد الحالة ان لاماس ديال هاد الغيسيبيون ما حسبوش ليا، لو غيسيبيون ني با بري اون كونت، يعني ما حسبوش ليا. دونك في هاد الحاله شنو ندير؟ اونفيرس. دونك هنا هو عطاني انا بيون سور لو بوطون طار عطاني زيرو. من بعد شنو ندير؟ اونفيرس لو ليكيد. من كونفيرس كتعطيني 50 اللي لقيناها قبيله، يعني في هاد الحاله كيعبر ليا فقط لاماس ديال ليكيد، يعني ان الاناء صافي حيدو ليا. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك في هاد الحاله اونفيرس ديليكاتمون لو ليكيد دون لو ريسيبيون بوزي سور لا بالونس، الموضوع على لا بالونس، لا ماس دو ليكيد اي افيجي ديريكتومون، يعني يعطيني ديريكتومون ان لا ماس ديال ليكيد راه هي شحال كتساوي ام ايتيكال 50 غرام. يعني الطور ديال لو بوطون طار هو شنو هو؟ كيحاول يرجع لك ازيرو، يعني داكشي اللي كيكون فوق الميزان ما كيحسبوش لك. اذا هنايا دير حتى اللي بغيتي، دونك يعطيك لا ماس هي 50 غرام. غومارك، هادي مهمة بزاف، كور سوليد غنشوفو لا ماس اي لا فورم، يعني الكتلة والشكل، واش ممكن نغيرو الشكل، واش لا ماس كتغير ولا ما كتغيرش. ناخدو مثلا ميزان الكتروني هو هذا، اون بالونس الكترونيك، لو ضعنا فوقو مثلا واحد انكور كور سوليد ديفورمابل، يعني قابل للتشويه، قابل للتشويه، يعني ممكن نغير الشكل ديالو. هذه معنى ديفورمابل. بحال مثلا خديتي لي بات ا موديل، يعني خديتي مثلا العجين، نحاولوا دابا نغيروا شونجمون دو لا فورم دو كور. دونك نمشي تغير انا الشكل، واش لا ماس كتغير دابا؟ طبعا الحال جواب عندك انت دابا. دونك فهاد الحال ملي كنغير لا ماس بقات هي هي، غاست كونستانت، يعني ما كتغيرش، غاست تبقى ثابته. علاش؟ لان لا ماس مالها ديبون داش ديبون دو لا كونتيتي دو ماتيير. واش انا كي غيرت لا كونتيتي دو ماتيير هنا ما غيرتهاش، بقات نفس الماده، حاجه اخرى ثاني ما نقصت منه وزدت منه. اذا في هذه الحاله لا ماس ما كتغيرش. اذا في هذه الحاله كنقولوا سي اون شونج لا فورم دو كور سا ماس ما شونج با. مين كنغيروا الشكل، على الشكل غيرنا كان بحال هذا الشكل ولا بحال الشكل، لا ماس ما تغيراتش، يعني نو شونج با غاست كونستون. يعني في هذه الحاله ان لا ماس نو ديبون با دو لا فورم، يعني لا تتعلق ب الشكل. ناخذ مثال اخر، كان عندي مثلا ليكيد، الحاله ديال ليكيد نفس الطريقه. مثلا انا ممكن نقيس انا بوطون طار، نعاود لك من الاول، يعني هذه هي لاماس ديال لي بروفيت غرادي، هذا ريسيبيون. ملي كنوركو على لوغسكون ابوي سور لو بوطون طار كيعطيني هنا زيرو. دونك في هذه الحاله يعبر لي فقط لاماس ديال لو ليكيد. في هذه الحاله شونجمون دو ريسيبيون، نحاول نديرو واحد ريسيبيون اخر، عندي نفس الطريقه. دونك هنايا اون ابوي سور لو بوطون طار يعطيني هنا زيرو. من نحاول نفرغ انا اون ترونس فاز، يعني نقول هذا من هذا. دونك هنا في هذه الحاله لاماس غتعطيني 100. اذا واخا تغيرت لي الشكل ديالو، حيت هذا الشكل ماشي هو نفس الشكل، اذا واخا تغيرت الشكل ديالو بقات لا ميم ماس. يعني في هذه الحاله كنقولوا سي اون شونج لا فورم لا ماس نو شونج با، يعني لا ماس دان كور نو ديبون با دو سا فورم، يعني الكتله جسم لا تتعلق بشكله، اذا ما كتعلقش بالشكل. اذا هنا كنعرفوا بان هي دو لا كونتيتي دو ماتيير.
اذا هذا هو الدرس ديال لاماس. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.